الحاج يظهر ان في حد مهم جاي لنا. يا اهلا وسهلا بيهم. يا اهلا وسهلا. بص يا عم، بص يا عم، حي حي يا قيوم. ايه يا شذا؟ معلش احنا لينا طرقنا. بص يا عم، نزل ايدك. كده. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. السلام. ايه اللي حصل؟ سيادتك اسالهم عملوا ايه مع الزباين؟ ايه اللي حصل؟ يا فندم دي دواعي امن يا فندم، ولازم انا قلت مليون مرة تعاملوا الناس كويس. اتفضلوا بره. بره! حاضر يا فندم. على فكرة انا جاي من طرف الله يبارك لك. خطوة عزيزة. بس شكرا ليك. اتفضل اتفضل. خطوة عزيزة اتفضل. اتفضل. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. دي خطوة عزيزة. يظهر الشيخة فتنة بتعزك قوي يا حاج. اصلي طلبات الشيخة فتنة ما تلاقيهاش غير في الوكالة بتاعتي. طب انا يا حاج بقى يلزمني الطلبات دي. ما تقولش يلزمني، دول يلزموا الاسياد. هو ساعتك بتشتكي من ايه؟ لا الحاج، انا صحتي كويسة والحمد لله. هو الواحد ما بيشتكيش غير من صحته بس، بلاوي الدنيا كتير يا سعادة البيت. يا كامل. نعم يا حاج. خد جهز لنا الطلبات دي بسرعة. عينينا للباشا. أحسن الأصناف. حاضر. أيوة أنا عرفت. عرفت إيه؟ شكلك كده قلقان. قلقان على مستقبلك. إيه قلقان ليه؟ حاج كلامك مظبوط، بس بقى زي ما انت شايف الجرايد كترت، وصحاب الجرايد دول عايزين يشغلوا الجرايد بتاعتهم كل ساعة والتاني يقول ده عجبني وده مش عجبني. وبيني وبينك، العيار اللي ما يصيبش يدوش. معاك حق. الناس دلوقتي ما بقتش تحب تقرا غير عن الفضايح والحاجات اللي مش عاجباها، والجرايد الصفراء عودت الناس على كده. ايوه كلام. شوف يا سعادة البيه، اهم حاجة إن الواحد يشتغل بإخلاص وما يهموش الناس تقول إيه. والله كلامك مظبوط يا حاج، أنت جبت المفيد. اللي اتولد زيي في السوق بيعرف الناس عن قرب، بيعرف الكويس من الوحش، والتاجر الشاطر اللي يعرف لبة الزبون بتاعه. عندك حق والله يا حاج، أنت كلامك كله حكم. بس مين يسمع ومين يقرا؟ أنا في الحقيقة يعني سعيد بمعرفتك وربنا يديم المعروف. الله يخليك. قول لي هو الحساب كام؟ يا كامل عملت حساب؟ حساب الباشا اهو يا حاج. اتفضل. طيب معلش، الطلبات كتيره اللي طلبها الشيخ فتنة. هو الحساب طلع 4500 جنيه، لكن عشان خطوتك العزيزه ولاني قلبي ارتاح لك وعشان خاطر الشيخ فتنة هخليهم 4000 بس. بارك الله فيك يا حاج، بارك الله فيك. وبعد اذن سعادتك ممكن كارتم بتوعك؟ كارت. اتفضل. جلال عبد العال. بسم الله ما شاء الله. الورقه دي فيها طلبات الاسياد، هتشتريها من محل غير محلك، تجيبها من عند الحاج عبد الرحمن العطار. اوعى مخك يوزك تجيبهم من حته تانيه، ساعتها ذنبك هيبقى على جنبك وهتزعل منك الاسياد، ويا ولد من زعل الاسياد. هتفضل ورايا ورايا يا عبد الرحمن. اهلا وسهلا. دي خطوه عزيزه كان لازم تعملها من زمان. بس انا جاي بصفه زبون. لا جاي ازور ولا الضايف. زبون ايه يا سيف؟ عمر الدم ما يبقى ميه. بلاش هالفطه بقى، بلاش هالفطه. شوف لي الحاجات دي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الاصناف دي مش عندك؟ تتحقق معايا؟ ده جاي زبون زبون. انت لازم جاي من طرف الشيخ فتنة. ها؟ بلاش بقى غري، ملوش لازمه ده. خلصني يا اخي، انا مش فاضي مش فاضي. ايوه بس انت كده ضارب في العليوي قوي. يعني ايه؟ يعني انت فاكر ان الحاج عبد الرحمن بيدفع لي فلوس؟ مال يعني بتبعتي له التقال كلهم اللي في البلد ليه؟ الاسياد هم اللي بيشرطوا الشروط دي زي ما شرطوا عليك. خلاص يا ستي خلاص، وانا طالب رضا الاسياد. باي تمن؟ باي تمن؟
المهم انهم يحققوا لي اللي انا عايزه. سنجان سنكوم، شد رحالك وقوم قوم. يا كامل، مفيش اخبار جديده؟ صالح بيقول لي ان الحال في الوكاله اتدحضر قوي، وبقى لا يسر العدو ولا حبيب، واخوك الديون كترت عليه، وبقى يستلف بالفايز والعياذ بالله بالعشره والعشرين الف. وما قالكش بيستلف ليه؟ بيقول ان كل ده من ورا مشي البطال اللهم احفظنا، واللي زاد وحط اليومين دول انه يعرف واحده شيخه ماشي وراها، عاوز منها ايه؟ انا مش عارف. اللي يقول لي يا سعبده، هو بيجي ياخد من عندنا بضاعه ليه؟ ده ما بياخدش الا اغلى بضاعه، هي ايه الحكايه؟ روح انت. امسكي، طلع الحاجات دول فوق على ملك العربية. عمل مصيبة من مصايبه. استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تعالى يا ابني، ايه ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي اللي كان وداها سيف للشيخة فوتنا لما راح لها عشان تأذيني، واستغفر الله العظيم تمشي له حاله. قال يا لهوي، الناد اللي بيصدق في الكلام ده؟ اخص عليك يا سيف اخص. الحاجات دي ترجعوها له، لو هو عاوز يبيعها بمعرفته هو حر، عايز يرجعها لي وياخد ثمنها مني انا تحت امره. حاول ولا قوة إلا بالله. تعال يا ابني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس يا سيف؟ ليه؟ حاجات دي تمنها كام؟ وفي بخور عود بس بعشرين ألف جنيه، والحاجات التانية حوالي 12,000 جنيه. الواد ده هبل ولا إيه؟ لا مش أهبل يا نينا، ده بعد عنك قلبه أسود وعاوز يخرب على عبد أخويا بأي تمن. الشنطة دي فيها 70,000 جنيه كاش، كان اداهم للشيخة فوتنا. قلت في بيه يا رب، قلت في بيه يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لهوي يا سيف، كان بياخد فلوس الوكالة ويديها لشمهورش وفوتنا؟ يا خرابي، دي مش فلوس الوكالة، دي فلوس استلفها بالفايز كمان. طب ايه رأيك بقى؟ أنا مش هديهم ويبقى يعمل اللي هو عايزه. لا يا حاج، لازم ترجعهم له عشان يتصرف ويقدر يسدد ديوني اللي عليه، وإلا يحجزه على الوكالة. يا لهوي، الوكالة يا عبده، أنا مش خايفة غير على الوكالة. مرة من المرات الوكالة دي هتضيع منه، هتبقى مصيبة. إن شاء الله مش هتضيع، أنا حاسس المرة دي إنه درس جامد ليه. مش قلتلك يا نينا الزمن هيديله قفا سخن؟ لكن قولي يا عباد أخويا، الشيخة فوتنا دي اديتك الحاجات دي إزاي؟ أصلك ما تعرفيش الشيخة فوتنا دي طلعت مين؟ مين؟ أنا يا سيف. في إيه يا أستاذ سيف؟ عندي معاد مع الشيخة. الشيخة مش موجودة. طب والمعاد هعمل فيه إيه؟ لما ترجع من السفر إن شاء الله. السفر؟ هي سافرت ولا إيه؟ أيوة. وناوية ترجع إمتى؟ ما بتقولش. أنت كنت فين يا أستاذ سيف؟ كنت فين؟ الحاجة كلمتك 5-6 مرات. ما قلتلكش عاوزة إيه؟ قالت لي عايزة ضروري ضروري ضروري، 3 ضروري يا ابني. راح فين؟ انت راح فين دلوقتي؟ انت لسه هتتكلم؟ ده قالت لي اول ما يطب في الدكان هيجيني على طول. ليه؟ ايه الحكايه؟ انا شعرفني. الو، ايوه نينا. لا ابدا، انا كنت في مشوار كده ورجعت. طيب في ايه؟ طمنيني بس.
لازم اجي يعني دلوقتي؟ لا ابدا، اصلي اغفر يعني متضايق وتعبان شويه. طيب حاضر حاضر، جاي على طول. مع السلامه. يهبل يا عبيط، واحد غيره كان اخد منك الفلوس والحاجه تخليص حق وقال لك ننتك في العش ولا طارت. انا كنت اقتله واشرب من دمه. انت فاكر اهبل ولا كوديا؟ لا عبيط، الوليه ضحكت عليك وخدت فلوسك. لا يا حبيبتي. طب ايه هو اللي قال لها تديله فلوس وما تعملوش حاجه؟ عايز افضل زي ما انا، هو يبقى احسن مني. بس 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 بلاش خيبه، كلام الماسخ اللي ملوش طعم زيك ده. ده بدل ما تروح وتقول له كتر خيرك. خلاص خلاص يعني بقى كلكم بقيتوا معاه في صفه؟ لا يا حبيبي، انت بقى يا نطل ما سالتش نفسك الست بمبكشر عملت فيك كده ليه وايه صلتها بعبده؟ هقول لك انا ايه صلتها بعبده، افهمي نفسي تفهمي. بتنفعه وينفعها. طب هي بتنفعه، هو بينفعها في ايه؟ انا عارف بقى ايه اللي بينهم. ولما انت عارف كده تقوم تروح لغايه عندها برجليك. اعمل ايه بقى؟ كنت فاكر ان الفلوس هي اللي هتفتح لي بابها. يا اخويا قفلت الباب على مناخيرك وقالت لك اوعى توريني عرض قفاك. خلي البت دي تسكت، انا مش فاهم ايه اللي حشرها. عسل 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 عسل، اختك وعايزه مصلحتك. او ربنا مصلحتك ومناخيرك. مصلحتي ولا مصلحه الزفت اللي اسمه عبده؟ ما علينا، انت تاخد الفلوس وترد للناس اللي عليك، والبضاعة هو مستعد يشتريها منك ويرجع لك تمنها. لا قولي له كمان على الموضوع اياه يا نينا، خلي بقى دماغه تضرب بالمرة. اني موضوع ده يا بنت؟ فوتنا، هي هي الرقاصة اللي كنت عاوز تتجوزها. فيفي؟ اه يا اخوي فيفي. عرفت بقى يا ابو الزكاوه يا بتاع الليل واخره ان عبده اخوك خلصك منها مرتين، المره الاولانيه لما كنت عايز تروح تتجوزها، والمره الثانيه لما رميت فلوسك وحالك تحت رجليها عشان تخلصك من عبده. سيبيني، ما حدش يحشني. هو في حد مسك الواد ده؟ مالك يا ام تعبت ازاي؟ ما انا سيبها الصبح كويسه. طب طب ما سبت السكه انا جاي لك يا كامل. نعم يا حاج. خلي بالك لحد ما اروح البيت. خير يا حاج؟ في حاجة؟ الجماعة تعبانين، أروح أشوف لها دكتور. ألف سلامة، في حفظ الله يا حاج. على فين يا حاج عبده؟ أهلا يا سيف. يا ترى بقى النهاردة رايح لأني واحدة فيهم؟ الرقاصة اللي قلبت شيخة ولا بنت الجعش ولا غيرها ولا غيرها؟ عيب تقولي الكلام ده يا سيف في وسط الناس، ما يصحش. دي أعراض ولاية. لا شاف مفاهم في الأصول. تحب بقى أفضحك قدام زباينك دول اللي فاهمينك حاج بصحيح وباش بما يرضي الله؟ أنا مش فاضيلك دلوقتي، لازم أروح أجيب دكتور لمراتي. بطل شغل الأونطة بتاعك ده. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انت اللي عايز مني ايه؟ جه دايما واقف في طريقي، مش عايز تخرج من حياتي ليه؟ اعدلها ولا اخرج منها. وانت مالك يا اخي، دخلك ايه؟ انا اخوك الكبير و100 مره قلت لك ابويا وموصيني عليه. ابوك مات من زمان وشبع موت، بس وصيته دي دين في رقبتي. رقبتك دي هقطعها لك لو ما سبتنيش في حالي، فاهم؟ يا ريت كان ده يعدلك، كنت اضحي عشانك. سيبني اروح لمراتي. يعني ايه الكلام ده؟ ماشي يا عبده، انا وراك والزمن طويل. خير يا دكتور؟ ما كانش المفروض تبقى حامل يا حاج، القلب تعبان. يعني في خطوره عليها دلوقتي؟ لازم يكون في رعايه كامله لغايه ما تولد، وتكون دي اخر مره. اتفضل. السلام عليكم.